فاليوم اليوم ان شاء الله ملي كنعرفوا ان ملي كنهضروا على الهند كنهضروا على الشعر، كنهضروا على الجمال ديال الشعر. شكون فينا اللي ما شافش الافلام الهنديه وما شافش هذاك الشعر الطويل ديال الممثلات الهنديات وداك الجمال ديالهم؟ وشكون في السيدات اللي ما حلماتش بيكون عندها السوالف ديال عبله، ولكن ماشي عبله العرب، عبله الهنود؟ نعم بحال شي طبعا فنانه من الفنانات، وحنا كنعرفوا فعلا انه في الهند هناك اهتمام حقيقي بجمال شعر المراه، وعندهم واحد العادات والتقاليد اللي هي قديمه قديمة جدا والحضارة قديمة جدا. وداكشي علاش اليوم ان شاء الله معاك دكتور عماد ان شاء الله غادي نتكلموا على سر الجمال. شنو هي هاد الاعشاب اللي كتستعمل المرأة الهندية باش يكون عندها الشعر تبارك الله طويل وقوي ولامع، واللي حنا بغينا منهم نستوحيو وناخذوا ونستلهموا واحد الوصفة اللي غتجي ان شاء الله عند المرأة المغربية على اصوات وغادي تجيها على خاطرها وفي المتناول ديالها ان شاء الله. وخاصه ان فاش كنت انا في الدراسه ديالي فكانوا معايا الهنود بزاف كيقراو تما، ودائما انا كنحاول نستغل الفرصه كما كنقولوا، كنعرفوا شويه ديال التقاليد والعادات. وهذه الوصفه هذه هي وصفه قديمه هنديه جدا، والغريب في الامر ان هذه المكونات كلهم عندنا في المطبخ ديالنا، وهذه المكونات كلهم عندنا في بلادنا الحمد لله. وغادي نحاول نعطيها لكم وغادي نهنيكم من هذه المشكله هذه ديال الشعر ان شاء الله باذن الله. ودكتور عماد، يعني هذا الموضوع تكلمنا عليه مرات كثيره ودائما فيه طلب كبير جدا. نعم. ولكن نعاود نذكروا بعض القواعد اللي اتفقنا عليها واللي كتساعد السيده انها تهلا في الشعر ديالها. اول قاعده قلنا انه الشعر كيكون هو المراه ديال الحاله الهرمونيه والنفسيه للمراه. فكاينين مراحل في حياه المراه اللي السيده طبيعي جدا أن الشعر ديالها يتأثر، مرحلة الحمل، مرحلة الولادة والنفاس من بعد، مرحلة الحيض كل شهر، هذه من الفترات اللي لا البشرة ولا الشعر المرأة كيتأثروا بها، وزيد عليها مراحل أخرى طبعا اللي كيكون فيها ربما اضطراب أو توتر أو إرهاق. نعم. كيكون الشعر هو أول حاجة كتتأثر. كاين أيضا قواعد أخرى اللي اتفقنا أنها مهمة، هو التكتير او السيده خصها تشرب الماء بكثره. نعم، فالماء هو الاساس. وحنا دابا في البرد بزاف السيدات كيقول لك اودي راه كنسى كاع ما كنشربش الماء، ما كيجينيش العطش. لا بالعكس، فالماء خصنا نحطو حدانا حيت كاين بعض النوع ديال الناس اللي ما كيشربش حتى كيشوف الماء، فمن الاحسن ولا نحاولوا ناخذوا الماء في هذه الفتره هذه، ناخذوه كاساس بحال الدواء. اذا في الصباح نحطوا واحد على الاقل واحد القرعه ديال لتر ونص ديال الماء، ونحطوها حدانا ونحاولوا نكملوها في النهار. لما قديناش نشربوا الماء بزاف فضروري ضروري. علاش؟ لان الماء هو اللي كيسقي لنا ديك التربه كما كنقولوا، الا ما سقيناش التربه كما كنقولوا ما تكبرش الشجره وما يكبروش النباتات، فهكاك الشعر ديالنا الا ما عطيناش الماء وما عطيناش الماء للذات ديالنا فالبشره كلها ديالنا كتاثر وكتضرر من هذا المشكل هذا. هناك ايضا الاستعمال على مده طويله ديال انواع ديال الشامبوان، ديال انواع ديال المواد. نعم. هذا الشيء ايضا كيفاش مع الوقت كيقدر ياثر على شعر المراه؟ فاولا بعد واحد الغلط اللي كيديروا، وخاصه انا كنهضر على الاخوات لان الرجال ما كاينش مشكل، الهرمونات التركيبه الهرمونيه ديالهم ما كتاثرش بزاف على هذا كما كنقولوا على الجماليه ديال البشره ديالهم، فهذا خليقه من عند الله سبحانه وتعالى. فبالنسبه للاخوات راه الشامبوان مثلا الا عندي شعري ناشف خصني ناخذ الشامبوان ديال الشعر الناشف، الا عندي شعري متقرض خصني ناخذ الشامبوان ديال الشعر المتقرض. حيت شحال من سيدات دابا الله يحسن العوان كتكون غادا ولا هذه كتاخذ كطرق اي شامبوان وكديرو، فهنا من بعد كيأثر ليها على 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 الشعر ديالها. ثانيا ان الشامبوان ديالنا خصنا نبدلوه كل 6 شهور. علاش؟ لان احنا في البشره ديالنا كتكون عايشه واحد النوع ديال كما كنقولوا واحد الفلورا اللي ما كنشوفوهاش، يعني واحد الكائنات حيه اللي كتعاوننا. شنو كدير ديك الكائنات الحيه؟ كتاكل هذاك الوسخ، كتنقي لينا البشره ديالنا، يعني كتعيش معنا وكتعطينا ذاك التوازن ديالنا ديال البشره وذاك التوازن البيولوجي ديالنا. فإلا بدينا كنعطيوها واحد النوع واحد ديال الشامبوان وكنكثروا عليها، فهذيك كما كنقولوا دوك المواد اللي كينفعونا، دوك المواد دوك الكائنات الحيه اللي كيعيشوا لينا في البشره ديالنا كتموت، ما كتبقاش لان داك المواد كتاثر عليها. ولكن ملي كنجددوا المواد وكنجددوا هاد الشامبوان فما كنأثروش على البشره ديالنا، فهاد المساله خصنا نشيروا ليها. كذلك الصباغه اللي هي كما كنقولوا العدو رقم واحد ديال البشره، والعدو رقم واحد ديال الجلده ديال الشعر،
اللي خصنا نحاولوا نتجنبوها بزاف. وكما كنقول الصباغه الا بغينا نصبغوا نحاولوا اننا نفرقوا بزاف بين الصباغه والصباغه. ثانيا راه واخا ملي كنلقى واحد الصباغه طبيعيه راه ما كاينش حاجه سميتها صباغه طبيعيه اللي كتباع كما كنقولوا في الاسواق، لان ضروري ما كيكونوا فيها مواد اللي كتثبت لينا اللون، وضروري ما كتكون مواد كيماويه. اذا هنا خصنا نردوا البال. نقطه الصباغه ماذا بيا نتكلموا عليها شويه معك دكتور عماد. نعم. بعض المرات كيجيب لي الله وكنخاف انه نبقاو نقولوا للسيدات بعدوا على الصباغه وقربوا من الطبيعه ونكونوا خارجين خارج الزمن. اليوم كنعرفوا على انه في العالم بشكل عام كاين صيحات، كاين ماركات عالميه، كاين نجمات عربيات واجنبيات اللي كيتباهاو باستعمالهم لبعض الماركات واللي هما سفيرات ديال ماركات عالميه لجمال الشعر، واي سيده من حقها طبيعي جدا انها حتى هي تبغي تحصل على واحد اللون، لون العسل، لون اشرق، لون اشقر، لون بني، لون اسود. ولكن اذا كيفاش السيده من نهار تبغي دير الصباغه شنو خصها دير باش توجد ربما داك الشعر ديالها ولا باش تحميه في الاصل؟ لانه ما يمكنش نقولوا نعم للسيدات ما ديريش الصباغه. اكيد فباش نحاولوا كما كنقولوا نقصوا هذا المشكل هذا ديال الاثار ديال الصباغه على البشره ديالنا، يمكننا نوجدوها. اذا كاين بعض الصالونات اللي كتمشي وكيديروا هذه المساله هذه تبارك الله، اللي كيكونوا على علم وكيكونوا دارسين مزيان كما كنقولوا في هذا المجال هذا ديال الجمال ديال الشعر. ولكن كما كنقولوا لتجنب المشكل في الدار ديالك اختي، تحاولي انت بعد تصايبي واحد التريتمون في الدار ديالك. التريتمون غادي يكون بسيط، غادي نحاولوا ناخذوا الزيت مثلا ديال الكوكو، تاخذي الزيت ديال اللوز الحلو. اذا هذه اسمح لي دكتور عماد باش نسطروا عليها بالخط الاحمر العريض، هذه اذا قاعده، هذا ماسك لكل السيدات اللي تيديروا الصباغه او يلا باغيين يديروا الصباغه ياك. نعم اللي باغيين يديروها. هذا باش كيوجد الشعر ما يتاثرش بهذه المواد الكيماويه. بحال غنقولوا اختي سناء غادي نديروا واحد الوقايه، بحال غادي ندوروا على ديك الجلده ديال الشعر ديالنا نديروا لها واحد الحمايه، بحال غادي نغطيوها باش واخا دوك المواد الكيماويه غادي تطيح، نحاولوا بواحد 60% نهرسوا لها داك الجهد ديالها. اذا كناخذوا زيت الكوكو، زيت اللوز الحلو، زيت لافوكا، وزيت الذره. اذا لاحظوا معايا زيت لافوكا وزيت الذره، كنعرفوا ان خاصه لافوكا كتنبت في المناطق الحاره جدا، اذا كاينه فيها الفيتامين او اللي هي كتكون مضاده للحروق ومضادة للأكسدة. إذا هذوك المواد يعني داك كما كنقولوا داك الأمونياك، ديك المادة ديال اللي كتكون عندنا في الصباغة اللي كتثبت، كتهرس بهذا مضاد الأكسدة هذا والجهد ديالها كينقص. فلهذا كنحاولوا قبل ما نمشيو نديروا الصباغة كنغسلوا شعرنا مزيان كيتغسل، وكنديروا هذا الماسك على الجلدة ديال الشعر والشعر ديالنا، وكنخليوه مدة ديال ساعتين. وبالتالي يمكننا ديك الساعه نمشيو للصالون ونديروا هاد الصباغه هادي. وهكذا لاله انت حصلتي اذا على واحد الماسك اللي هو وقايه وغيحافظ اكثر على الجمال ديالك، باش من بعد من تعمل ديك اللون غادي يكون باهي اكثر. غير كنعاودوا نذكروا دائما اختيار الماركات اللي كتستعملوا في صباغه الشعر مهم بزاف. اللهم السيده تزيد شويه اذا كان هذاك المنتوج مثلا غالي، تزيد شويه اقتصدي وديري واحد الحاجه اللي غادي تحافظي بها على شعرك، ولا ديري واحد الحاجه اللي من بعد خصك اكثر منها في الفلوس باش على الله وعسى غير ترجعي الشعر ديالك او تحافظي عليه. سمعت انا كان عندي واحد المشكل اني كنت درت لها شيميو دابا شي عامين هادي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. الله يسلمك. الله يزيد فرحتك. اللهم امين. داك الشيء كنحاول نتصل بكم في الوقت اللي كنتوا كتهضروا على المواد الطبيعيه اللي كيستعملوهم الناس. نعم. دابا عندي مشكل انا شعري دابا جا المهم من جبت لي الشحال بقى تقوي بزاف. ومهم كنت كنقطعو ديما كندير لكم دابا مابقيتش بغيت نديرها، بغيت نبقى في طبيعه. اييه. ودابا المشكل ما كيتجمع ما كان ما الصغبه ماشي حرشه، هي بحال ملويه وقوي بزاف، وكيقولوا لي انا ندير الترطيبه ما بغيتش نديرها حيت فيها لي برودوي شيميك، ما زعمتش نديرها، بغيت شي حاجه طبيعيه. ان شاء الله ان شاء الله. خليك في الاستماع اختي، فالوصفه اللي غادي نعطي في الاخر ديال الحلقه ان شاء الله غادي تصلح لك هذه المشاكل، لانها هي وصفه العلاج ديال المشاكل ديال فروه الراس. كتساعد الشعر باش كيكثر، وكذلك
باش كيطول. دكتور عماد، بالنسبه للاخت زهيره ولكل السيدات اللي بحال زهيره كيمروا من هاد التجربه ديال مرض السرطان واللي كيخصهم يعملوا لا شيميوثيرابي او العلاج بالاشعه، وهذا طبعا اللي كياثر على الشعر انه كيفقدوا الانسان. شنو ممكن اثناء مرحلة العلاج، شنو ممكن السيدات يستعملوا كمواد طبيعية لجمال الشعر؟ جمال الشعر غادي نستعملوا زيت ديال الحبة السوداء، ولكن ماشي زيت الشانوج، غنستعملوا زيت ديال الحبة السوداء، وكتولي كدهن بها الجلدة ديال الشعر ديالها من الليل لليل فقط. شنو المنفعة ديال الحبة السوداء في هاد الحالة هذه ديال العلاج بلا شيميو؟ المنفعة ديال الحبة السوداء هي أصلا كتكون فيها مواد مضادة للسموم، وكذلك مواد اللي كتنقي البشرة، فملي كنكونوا كنديروا هاد الزيت ديال الحبه السوداء فهي كتعالج لنا الجذور ديالنا بحال كتقويهم، لانهم كيضعفوا جراء هاد العلاج الكيميائي او جراء العلاج بالاشعه، ومن بعد كتقوي لنا هاد الجذور هذه وكتخلي الشعره كتطلع بواحد الطريقه طبيعيه، لان مواد اخرى الا استعملناها تقدر تدخل لنا مع المسام وتخلط في الدوره الدمويه وتاثر مع الاستعمال ديال الاشعه. إذن زيت الحبة السوداء ماشي الشانوج كنأكدوا عليها، والحبة السوداء راه هي الحبة اللي كحلة وشوية كبيرة بحال العدسة، هذاك الشانوج راه صغير باش كي ما يكونش عندكم الخلط، إلا مشيتوا عند المعشابة وكان الخلط أنتم خصكم تكونوا عارفين طبعا شنو الحاجة اللي أصلح لكم. السيدات كينتظروا الوصفة لجمال الشعر اللي هي مأخوذة من العادات والتقاليد الهندية في هذا الموضوع. أشنو غادي السيدات يستعملوا فيها؟ اذا غادي يكونوا كما كنقولوا كثير من المكونات، اذا كل اخت دابا خصها تجلس وتاخذ راحتها، وكذلك في الطريقه ديال تحضير هاد الوصفه هذه غادي تعطي واحد الرائحه زينه، وغادي كما كنقولوا كاع الجيران غادي يشموها، وكنصحكم انكم تذوقوا العائله، وغادي تكون احسن هديه بيناتكم لا لجاراتكم ولا العائله كامله. فغادي نبداو باول مكون اللي غادي يكون عندنا في هاد الوصفه اللي هو الورد البلدي. اذا دابا غنقول لكم مكونات الورد البلدي: قرنفل، الباديان، الخرقوم البلدي، القرفة، فلفلة مطحونة. الفلفلة المطحونة تحميرة؟ تحميرة أكيد. هنا غيستغربوا غنقول لهم علاش، لأن فيهم مادة الكابسين من أهم المواد المعالجة ديال فروة الرأس. إذا فلفلة مطحونة، أتاي يعني الشاي، حبوب حبوب اللي كناخذوا اللي كنستعملوا ديما، اتاي خضر، اتاي خضر، الحنة وراق، الزعفران الحر، العسل الحر، زيت الزيتون. شحال عندنا من مكون؟ إذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة 11 مكون. 11 المكون غادي نعاودوهم وهذه المرة بالمقادير. أكيد. إذا الورد البلدي كناخذوا 10 ديال الحبات، 10 ديال الوريدات بلديين. القرنفل 5 ديال العويدات ديال القرنفل، يعني 5 ديال الحبات ديال القرنفل. الباديانة معلقة صغيرة تكون مطحونة من الأحسن. وإلا كانت عندنا الباديانة نجيمات، ناخذوا واحد 5 ديال النجيمات ديال الباديانة. اللي بغيتو نتوما. الخرقوم البلدي غادي ناخذو معلقه صغيره. القرفه غادي ناخذو نص معلقه صغيره. يعني القرفه نص معلقه صغيره، ما تنساوش ماشي معلقه، لانه القرفه نص معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه. فلفله مطحونه، اذا الفلفله التحميره اللي كنستعملوا نص معلقه صغيره اللي قلنا غنيه بماده الكابسين. الشاي يعني اتاي الخضر اللي كنديروا حبوب غناخذوا منه معلقه صغيره حتى هو. الحنه اوراق، وهنا غتردوا معايا البال، غناخذوا ثلاثه الوريقات ديال الحنه، ثلاثه فقط، ما نزيدوش ما نقصوش ما ناخذوهاش مطحونه، ناخذوا ثلاثه الوريقات ديال الحنه، حيت خصنا يعطيونا الحنه خصها تعطينا غير ديك اللمسه بسيطه ونستافدوا من ديك الماده اللوسين اللي فيها بواحد الطريقه بسيطه. اذا ثلاثه الوريقات ديال الحنه. الزعفران الحر كناخذوا ثلاثه ديال الشعيرات كنحسبوهم، اذا ثلاثه الشعيرات ديال الزعفران الحر. العسل الحر معلقه كبيره، وزيت الزيتون
كناخذوا كاس كبير ونص. كاس ونص ديال ماشي ديال العنبه، كاس كبير. كاس كبير ونص ديال زيت العود، ولا ناخذوا ثلاثه ديال الكيسان صغار ديال العنبه، من الاحسن باش يجيكم العبار مزيان. اذا ثلاثه الكيسان صغار ديال العنبه. هاد المكونات غنخلطوهم مزيان وغنديرهم يسخنوا على خاطرهم في حمام مريم واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. كنخلطوا فوق العافيه، والريحه كتطلع زوينه كما كنقولوا، كما كنستعملوا في الوصفه ديالنا. وكنخليوها كتحرك مزيان وكتسخن على خاطرها وكتطلق على خاطرها واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. من بعد كناخذوا واحد القريعه اللي غادي نخوي فيها هذا الخليط اللي غنصفيو. اذا ديك القريعه اش كنديروا؟ كنلوحوا فيها واحد العويد ديال القرفه الصينيه، ديك القرفه اللي كتكون مزوقه زوينه، ماشي القرفه عواد ديالنا البلديه، ديك القرفه اللي كتكون دايره. قول لهم انت القرفه ديال الشينوا راه كيعرفوها المعشابات. كنلوحوها في ديك القريعه غير المنظر كما كنقولوا، وكنخويو كنصفيو هذاك الخليط فيه مزيان وكنسدوه، وبالتالي كنكونوا حصلنا على الوصفه الهنديه. اذا طريقه الاستعمال ديال الوصفه الهنديه، وباقي كنعاود الوصفه الهنديه كتصلح لحل جميع مشاكل الشعر، التساقط، المشاكل ديال الشعر اللي كيكون مقرض، اللي فوق تقصف الشعر، تقصف الشعر والاطراف ديالو اللي ناشفين. كان علاج كامل، علاج كامل، لان فيه مواد كلها كتفيد وكتغذي لنا البشره، الجلده ديال الشعر. كندهنوه الجلده ديال الشعر ديالنا بواحد الماساج ديال 5 ديال الدقائق. اسمح لي، يعني دابا هذا الماسك او هذه الخلطه ديال الزيوت الهنديه ديال الشعر، السيده غديرها من الجذر ديال الشعر، يعني من الفروه ديال الراس، وهي هابطه كدهن، كتهبط مع الشعر كامل. الشعر كامل، والفروه ديال الراس تبقى حابسه عندها واحد 5 ديال الدقائق، كدير ماساج باش الدوره الدمويه تولي كتحرك بطريقه طبيعيه ويتغذى بهاد المواد هذه. وكندهنوها، كنخليوها مده ديال ساعه، ومن بعد كنغسلوها. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع كما العاده، ومده ديال 3 شهور. فمن الشهر الاول، يعني شهر ونص كاع الاولانيين، كتبان واحد النتيجه هائله. واش هاد الوصفه كتنصح بها ايضا السيدات اللي عندهم بلايص خاويين في راسهم، كيتشكاو كيقول لك راه الجلده ديال الراس كتبدا تبان بحال فراغات كيوليو عند السيده في راسها، واش هادي مزيانه للخلفه باش الشعر يعاود يكبر مزيان؟ نعم، فهنا باش غنلخصوا الفائده ديال هاد الوصفه. هاد الوصفه اولا كتوازن لنا الافرازات ديال الدهون في البشره، اذا هادي اهم حاجه. ثانيا كتغذي لنا الجذوره ديال الشعر ديالنا. ثالثا كتثبت لنا اللون ديال الشعر ديالنا. رابعا انها كتعطينا القوه ديالو، ان الشعر كيولي كثيف وقوي، الشعره كما كنقولوا الزغبه قاصحه. فهنا كنكونوا عالجنا تقريبا كما قلنا 95% ديال المشاكل ديال الشعر. اذا ماسك مستوحى او مأخوذ من العادات الهنديه لجمال الشعر، فيه 11 ديال المواد. نعم، اذا الورد البلدي 10 ديال الحبات، القرنفل 5 ديال الحبات، الباديانا معلقه صغيره او 5 ديال النجمات ديال الباديانا، الخرقوم البلدي معلقه صغيره، القرفه نص معلقه صغيره، الفلفله مطحونه يعني التحميره نص معلقه صغيره، اتاي خضر يعني اتاي حبوب اللي كنطيبوا به معلقه صغيره، الحنه اوراق 3 الوريقات فقط ديال الحنه، الزعفران الحر 3 ديال الشعيرات ديال الزعفران الحر، العسل الحر معلقه كبيره، وثلاثة ديال الكيسان او كيسان صغار او كيسان، ثلاثة الكيسان ديال العنبة ديال زيت الزيتون. هادو هما المكونات ديال الوصفة الهندية. والطريقة طبعا حنا عرفنا هادشي كله، كتخلطوا السيدة في واحد الكاسرونة مع الزيت، وكتشعل عليهم العافية نار مهيلة، وكتخليهم كيدفاو وهي كتحرك كتخلط لمدة ديال 10 دقائق، ومن بعد كتصفي على داكشي. وفي القرعة اللي غديري فيها هاد الزيت الماسك كتكوني واحد القريفة ديال الزيت، واحد ديك القرفه ديك اللي كيعطيو مع القهوه اللي كتعطى في راهي ولات معروفه دابا، باش تنسم وتعطي رائحه اطيب ان شاء الله لهذا الماسك اللي نتمنوا انكم مستمعاتنا تلقاو عليه راحتكم، وبه ان شاء الله الشعر ديالكم غادي يتغدى وغادي يتقوى وغادي يعاود يخلف بحول الله. دكتور عماد كنشكرك كثير على هذه الوصفه الرائعه اللي انا متاكده انها غتلقى ايضا واحد النجاح واحد الاقبال كبير.